الخير مشاهدينا مشاهدي قناة المحور في كل مكان، أهلا بكم معنا وأول حلقة من بصمة. حابة قبل ما ابتدي أقول لكم الفقرات بتاعتنا، حابة بس أقول لكم وأشرح لكم ليه اخترنا اسم بصمة يكون هو عنوان البرنامج. في الحقيقة وإحنا بنجهز للبرنامج فريق العمل كله كان محتار نختار اسم إيه، وفي الآخر كلنا أجمعنا أن يكون الاسم بصمة. بصمة لأن كل واحد فينا في الحياة بيبقى ليه بصمة. الأم في البيت ليها بصمة في تربية أولادها، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، مع أصحابك في الشغل، ممكن واحد صاحبك يدي لك نصيحة، مش شرط يكون اللي ادالك النصيحة ده حد مشهور أو شخصية معروفة، بس النصيحة دي ممكن تأثر في حياتك وتغيرها خالص وتخليك تلاقي نفسك بعد كده أنه فعلا الإنسان ده عمل بصمة في حياتك. مهمتنا في برنامجنا ان احنا ندور على كل واحد عمل بصمة مختلفة، مش شرط يكون مشهور، مش شرط يكون معروف، احنا بندور على البصمات المميزة. من ضمن هنبتدي معاكم اول فقرة مع بصمة من محافظة الفيوم، قرية الإعلام في محافظة الفيوم عاملة بصمة حلوة قوي. خلونا نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم. امتى؟ من الزمن. يعني تقريبا نقول 30 سنة كده؟ ايوه. انت اللي علمتيهم؟ ايوه علمت ولادي. طب قولي لي انت ايه اللي حببك في الموضوع ده؟ بدل ما احنا فاضيين وبعدين نشتغل نساعد الراجل في طلبة البيت. طب هو انتوا هنا في القرية كلكم بتشتغلوا ستات ورجالة؟ ايوه. طب الاماكن اللي بتوردوا لها يا حاجة؟ زي مثلا فين الاماكن اللي بتروح لها الحاجات المنتجات دي؟ التجار بياخدوها ويسفروها ويقعدوها عند السواقي. يعني انتوا هنا بتعملوا جمله؟ ايوه. ما زي بنتي ليلى كده بتاخد وتشتري وتبيع وتسافر وتبيع وتمشي. هي ليلى هي اللي ابتدت المشروع نفسه؟ لا قطار، مش بنتي ده، قطار هنا في البلد. طب احكي لي بقى يا حاجه، بدايه من اول ما بتجيبوا القش، مين اللي بيجيب القش الاساسي؟ بنشتري عفش رز بنشتريه بالبالة. طب والرجالة بيشتغلوا كده برضو ولا هم بيعملوا؟ لا بيشتغلوا بيزرعوا في الأرض وإحنا نروح ننفض ونعمل ونجيب. بتاخدوا قش الرز؟ أيوة. بتبتدوا تشتغلوا كده؟ أيوة. طب قولي لي بقى حاجة، إيه أكتر حاجة بتخلصيها في اليوم أو ممكن تخلصي كام قطعة في اليوم؟ حتة واحدة اتنين يا ربنا يقوينا عليها. على حسب الحجم الحتة اللي أنت بتعمليها؟ أيوة. طيب قولي لي يا حاجة، دي عبارة عن إيه؟ صندوق. صندوق يتحط فيه اي حاجه بقى؟ اي حاجه. طب قطعه زي دي كده بالغطا بتاعها ده تاخد وقت قد ايه تقريبا؟ 3 ايام، يوم الغطا ويوم صندوق. يوم للغطا بس؟ الصندوق انا شايفاه ان حجمه اكبر من الغطا، بياخد برضه يوم؟ ما هو على قد يا بنت. لا ده الموضوع ده حلو ومهم. انا على فكره مش هروح النهارده قبل ما تعلميني. لازم اتعلم الكلام ده. طيب قولي لي بقى حاجه، دي عباره عن ايه؟ زعف وصبغه ومسيد ليلى. سخان. 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 حط عليها الحاجات السخنه على الترابيزه الوسط، على ترابيزه الاكل. قطعه زي دي الواحده بتعمل 2 في اليوم. 2 في اليوم. انا شايفه حاجات وقطع كتير حلوه قوي. إيه انتوا اللي بتحطوا الشكل في دماغك؟ يعني انت بتقولي انا عايزه اعمل مثلا؟ ايوه المطلوب. ايوه نعمله اللي بيطلب منك. ايوه انت على حسب. يعني انا باجي بقول لك مثلا عايزه 100 قطعه من الصندوق ده، هتعمل لي يعني اي شكل بيطلب منك بتعمليه؟ ايوه. حتى لو شكل جديد خالص. دلوقتي علشان نعمل لقائنا مع الحاجه ام سيد بنت الحاجه عيشه اللي هي خدت المهنه من الاساس من والدتها، ربنا يديها الصحه. ازيك يا ام سيد؟ الله يسلمك يا ابله. قولي لي بقى انت اتعلمتي بقالك كام سنه؟ والله انا طلعت لقيت بشتغل، وكان اصلا ابو جوزي تاجر وخدت التجاره منه. هو لما توفى جوزي مسك مكانه الشغل وانا خدت منه التجاره. بقى تطلع بقى السوق سواء من حبايبي اخواتي دول اللي هم اهل بلدي، ونجيب الزعف ده ونبيعه لهم والعفش ونلم منهم بقى الشغل. طبعا احنا في قريه الاعلام. احنا هنا من قريه الاعلام تبع الفيوم، محافظه الفيوم. احنا لما بنتكلم بكل التجاره يعني احنا بنتكلم عن تجارة الخوص النخل وزعف النخل والقش الرز وانتاجاته والمصنعات اللي بنطلعها منه. كلميني واحدة واحدة. قطعة زي دي
تكلفتها بتكون عليك انت قد ايه بقى؟ يعني انت بتبقي حاسباها انت تكلفتك شراء القش والوقت؟ بنحسبها طبعا والوقت وكده على حسب ما ربنا يسهل بنجيب. وبعدين بقى في زبون يعني كويس بياخد اسعار حلوه وعلى حسب الكميه، يعني لو في كميه بياخد بسعر اقل عشان برضه يعرف يصدر ويعرف حموله التصدير بتاعته، لانه في التصدير ما بيتحاسبوش بالحته، بيتحاسبوا بالوزن. هي تجاره الجمله غير تجاره على حسب الجمله او القطعه. مفيهاش عليكم وقت تقولوا ايه لا طب احنا هنبطل او هنقف شويه؟ لا 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 ما بطلناش، احنا كنا بنشتغل برضه عادي ونركنه عندنا لحد ما ربنا يصلح الحال والمطارات تفتح والتسويق وربنا يصلح الحال للامه. ما استسلمتوش قلتوا هنعمل؟ لا 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 ما نقدرش نستنى، لان احنا اساسا واخدين على كده ما نقدرش ان احنا نقعد حتى يوم واحد من غير الشغل. احنا لو قعدنا احنا بنتعب. المشروع اللي انت عملتيه واللي انت ابتديتيه هنا انت واهل القريه، كلميني عنه شويه. والله احنا طلعنا من زمان لنا جدودنا شغالين فيها واهلنا علموها لنا، وخدنا التجاره من ابو جوز الراجل الكبير، هو اللي كان تاجر ولما توفى ابنه سلم من بعديه وعلمني وعلم ولادي الشغل والتجاره وبيعه الخوص. التجاره اللي احنا بنتكلم عنها هي المشغولات اللي بتتم من الخوص زي اللي ورانا هنا دي، من زعف النخيل وقش الرز والغاب الهندي والحصر السمر. ده كل شغل يدوي، ده كله بيعتمد على شغل يدوي وحرف الحريم اللي هي بتعملها في بيوتها. طب كلميني مين اللي علمك بدايه الحرفه او بدايه الصنعه دي؟ انا اتعلمتها من والدتي، ووالدتي طبعا متعلمها من والدتها، يعني جدا عن ابا، يعني الحرفه دي طالعه من في بلدنا جدا عن ابا، من ايام ما ربنا ما خلقنا احنا فيها الحمد لله. يعني كنتوا بتتوارثوها يعني؟ والدتك ربنا يديها الصحه موجوده؟ طبعا الحاجه معادل عايشه هي اللي معلماني الشغل وهي اللي موجهانا على الحاجه دي. وقالت لنا يعني حاجه تبقى في ايديكم تساعدوا بقى بيوكم، تقفوا جنب جوازكم فيها، بتبقى حرفه منها تعليم ومنها بنسلي وقتنا ومنها ما نقعدش للوش والقيله والعيده، كل واحده تبقى قاعده في مكانها محتكفه بتعمل الصنعه اللي هي عايزاها. طب قولي لي يا مسيد، الكورونا والظروف الاقتصاديه اللي كل البلد او مش بلدنا بس ده كل العالم بيمر بيها. العالم الحمد لله، بس والله هي اثرت بس على الاقتصاد، اما بالنسبه لنا احنا اشتغلنا والله وكنا بنقول يا رب بقى هو اللي يفتحها، بس احنا مش عايزين بس قفل مطارات وقفل الحاجات دي لان بتقفل الاقتصاد بتقفل علينا كل. بنقطعه من على النخل الحريم عشان بالنسبه للشغل والشغل اليدوي ده، لكن بالنسبه لي انا صنايعي الشغل اللي هو الغاب والحنه، شغل التمر حنه الكافيهات والشماسي والتند والبراجيل. اللي هي الشكل اللي فوق مننا اللي هو واخد شكل الخيمه. شغل البراجيل والخيم والتند والشماسي والكراسي الخرزان والجريد والفخار والخزف. انت قلت لي اسم، قلت لي تمر حنه؟ تمر حنه، تمر حنه والغاب والحصر السمر. طيب انت انت اللي ماسك المعرض هنا؟ ايوه صدق. طب انت بقى اللي بيجي لك طلبيات وتقول لك مثلا انا مثلا صاحبه قريه سياحيه فباجي بقول لك عايزه 100 قطعه من كذا، ولا انت اللي بتروح تعرض الشغل بتاعك؟ لا والله حضرتك انا بيجي لي شغل برضه على الفرش زي ما انا مكان هنا، وبرضه في اماكن بعرض فيها شغل يعني، والزبون اللي بيعرض اللي بيحتاج طلبيه كامله على بعضيها بكلم الحاجه، هي الحاجه بقطع لها الزعف والعفش بتاعها وهي بتشغل الحريم وبتشغل الشغل. اهلا بيكم مره تانية، رجعنا لكم تاني ورجعين لكم دلوقتي ببصمه تدي تفاؤل وامل وتثبت ان مفيش حاجه صعبه، وان كل واحد فينا لو عايز يوصل لحاجه هيوصل لها بقوه اراده وبعزيمه وباصرار. البصمه اللي احنا جايبينها النهارده بصمه لثلاث ابطال، ثلاث محاربين رفضوا ان هم يستسلموا لاي واقع وأصروا إن هم يسيبوا بصمتهم بالرغم إن سنهم لسه صغير، بس عملوا بصمة كبيرة. في ناس كتير أكبر منهم يمكن معرفوش يوصلوا ليها. معانا دلوقتي الكابتن خالد عبد الله بطل الجمهورية في التايكوندو وألعاب القوة، والكابتن بسملة العطار أصغر لاعبة كاراتيه حاصلة على الحزام الأسود من قصار القامة، ومحارب السرطان البطل يوسف السيد. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. بصوا بقى انا هبتدي هسال كل واحد فيكم سؤال، لان انا بصراحه
انا مبسوطه ومبهوره وعاجبني قوي اصراركم على ان انتوا تعملوا حاجه حلوه وتكونوا وصلتوا لنجاح كبير. هبتدي الاول مع كابتن خالد عبد الله. كابتن خالد قول لي انت معاك كم ميداليه؟ انا شايفه انت مالي لي الترابيزه ميداليات كتير. ديت كلها الميداليات كلها بتاعتك. انت ابتديت تلعب من امتى؟ يوم امبارح يوم جده ميس الجمعه. لا انت بتلعب العاب قوه من زمان؟ انت عندك كام سنه؟ 16. 16؟ 16 سنه؟ ما شاء الله عليك. طيب بسمله قولي لي بقى انت عندك كام سنه الاول؟ عندي 15 سنه. 15 سنه وحصلتي على الحزام الاسود. ايه عملتيها ازاي دي؟ لا هي حكايه طويله بس انا هبتدي بالاول القصه بتاعتي عشان هي اللي هي خلتني اوصل للكاراتيه دي. دي انا هقول لك. انا نفسي الناس تبص لنا بقلوبها مش بنظرتها. ان لما بيطلعونا في كوميديات ان هم يطلعونا يستهزئوا بينا يتنمروا علينا يضحكوا علينا. لما نيجي ننزل الشارع نقابل ناس كتير ان تيجي تنمر علينا. احنا بقى لما نروح بيوتنا انا واخواتي اللي هم كانوا الاقزام نروح بيوتنا معيطين ما ننامش طول الليل واهالينا كمان ما بتنامش معانا. دي حاجه. حاجه تانيه ان انا لما اجي اروح المدرسه بتاعتي الاقي المستر يجي يقول لي اطلعي اكتبي على السبور. مستر مش عارفه اكتبي على السبور. اطلعي اكتبي على السبور ده بدل ما احطك ميداليه في جيبي. ضحك عليا الفصل. لما روحت لمامتي قلت لها يا ماما رجعيني بطنك انا مش عايزه اشوف الدنيا تاني. ان انا شفت ايه مشاكل كتير وكنا مش معرفين بابا اي حاجه. كانت بعديها ماما خلاص خدت القرار ان هي مش هتخرجني والكلام دوت. راحت قالت لبابا قالت له انا مش هخرج بسمله تاني الشارع. فبابا قال لها لا ولازم نخرجه ولازم تشوف ولازم تواجه ولو ما واجهتش احنا مش هنقدر احنا مش عايشين لها اصلا فلازم تكمل. فبعديها جه مره بابا قال لي بسمله ما تيجي تلعبي الرياضه. انا عايزه اقول بس نقطه واحده صغيره قبل ما تكملي. التنمر للاسف الشديد مش على قصار القامه او على اي حد عنده مشكله. ده في ناس عاديين يعني مفيش عندهم حاجه ومفيش يعني مش من قصار القامه بيتعرضوا للتنمر. للاسف الشديد التنمر بقى سمه مش كويسه وموجوده في المجتمع. كلنا بننبذ ده. احنا رافضين التنمر. انا عايزه اقول لك قبل ما تكملي انك انت نجحتي واثبتتي لكل اللي كانوا بيتنمروا عليكي ان انا اقوى منكم ووصلت لحاجات انتم مش عارفين تعملوها. اتفضلي كملي. بعديها بابا قال لي ما تيجي بسمله تلعبي رياضه. وقال لي كده لعبه تلعبي سباحه كاراتيه كره الريشه الكلام ده. قلت له بابا كاراتيه عشان لقيتها مناسبه ليا. فرحت للكابتن بتاعي بابا اشترك لي كده في النادي مع الكابتن نافع. فروحت للكابتن قال لي جيت بس انا شفت كتير ان هم اطول مني ما شفتش حد من انكسار القامة بيلعبوا كاراتيه. فدخلت ولعبت ولعبت اكبر يعني اللي هم اكبر مني في السن. بس حسيت ان انا رجعت في كلامي وقلت لا انا مش عايزه العب. وبس الكابتن لما شافني ان انا قلت له لا انا مش هلعب قام راح قال لي لا هتلعبي وهتوصلي لحاجه حاجه كبيره جدا. بعدها دخلت ولعبت وقعدت ادخل في الاختبارات وبطوله لغايه ما حصلت على الحزام الاسود. وشرفتينا ورفعتي راسنا ومنورانا النهارده. ربنا يخليكي. شكرا. طب انا هسال بقى يوسف. يوسف انت حاربت. انا القصه بتاعتك انا عارفاها. انا عايزاك تختصر لي كده بسرعه من اول ما اكتشفت انك انت اصبت بالسرطان ايه اللي حصل وحسيت بايه وكان الوضع ازاي عندك في البيت؟ الحكايه بدات من 2016 في شهر 3. انا كنت بروح المدرسه وبروح الدروس. انا طبيعتي اللي انا بحب المدرسه والدروس والمذاكره. انا عارفه كمان ان انت متفوق. ما كانش يعني ايه
ما كنتش بشعر بالاكل ولا كان ليا نفسي اكل ولا ولا الكلام ده. ومره واحده كده بطني وجعتني، اهلي قلقوا عليا وقلت لهم بطني وجعاني ومش قادره استحمل، وكانوا بيزعقوا لي علشان اكل، وهم ما كانواش حاسين بالالم اللي في بطني، مش متخيلين ان ممكن يكون في مشكله كبيره، فاكرين زي اي طفل في السن ده بيرفض ياكل. ايوه بالظبط. فبعد كده بقى ما كانواش حاسين بقى بالالم اللي في بطني، بعد كده لفوا عليا على المستشفيات السويس. رحت كذا. كان وقتها تقريبا عندك 12 سنه؟ اه كان عندي 12 سنه. اه لان انت دلوقتي 16 سنه. 17. 17 يعني 12. رحت انا من السويس، فكشفت عند كذا دكتور من في السويس، محدش عارف يشخصني كويس. دكتور من السويس قال لي انت عندك سخونيه في بطنك ولازم تتحجز في الحميات. اتحجزت في الحميات 6 ايام وما كانش فيه نتيجه. وبعد كده برضو دكتور تاني في السويس قال لي ودانا مصر عشان اكشف. رحت مصر ودانا الدكتوره حاله نفسيه، بس انا ما كانش عندي حاله نفسيه، انا كنت تمام وزي الفل. بس رحت الدكتوره حاله نفسيه وما خدتش العلاج اللي كتبته لي. بعد كده بقى الحكايه بدات بقى، لفينا رحت كذا مستشفى في مصر. لحد ما اخيرا توصلتوا ان انتوا رحتوا ل 57 73 53 57 3 57. اتحجزت هناك. طبعا انا عرفت برضو قصه في معاناه كده حصلت لحد ما الحمد لله وصلت انك انت اتحجزت في المستشفى. قعدت قد ايه في المستشفى؟ قعدت في المستشفى من 2016 ل 2019. ثلاث سنين. طيب في الفتره دي انت كان جواك رافض ان انت تستسلم للمرض، ولا كانت الدنيا معاك عامله ازاي نفسيا؟ ومن اول جرعه كنت ضعيف. كنتش طايق نفسي، يئست من الدنيا، مش قلت استسلم بقى خلاص يعني. اول جرعه بقى عشان الكيماوي بقى وحرق لي جسمي بقى وكده، وكنت حاسس بنار. ف دخلت العنايه 15 يوم. بعد كده الحمد لله خلصت العنايه، وبفضل ربنا بقيت حسيت ان انا بقيت اقوى من الاول، وبقيت الجرعات الحمد لله كملتها على خير. وهنا انت قررت انك انت مش هتستسلم للمرض، وانك انت لازم تحارب، انك انت لازم، انا حابب ان انا اعيش، انا حابب ان انا اخف. بالظبط كده. بص القوة الإرادة والطاقة اللي فيكم انتوا التلاتة، أنا بصراحة أنا عايزة أنحني ليها. انتوا عندكم حاجة حلوة قوي، إن انتوا تكملوا ومش مستسلمين للظروف، وإن انتوا تحوزوا على كل الميداليات وعلى النجاحات، وإنك انت تحارب حاجة خطيرة زي دي، فدي حاجة بجد 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 أنحني لها احتراماً. خالد قولي مين اكتر حد بيشجعك؟ بس يعني انا واخوابي اصحابك. وانا ابن حميات. ايوه. هم الدوه وانا الدويه، هم رجلي مسيه حلو، رجلي بسرعه، تجري بسرعه. ما هي انت لعبك العاب قوه، بترمي بالجل، بترمي الجله رمح والرمح كمان. ده انت قوي قوي. طب انت، انا عايزاك تبقى تعلمني بقى. ماشي. هو انتوا هتعلموني وانتي بالذات، ده انتي طلعتي مش سهله. حزام اسود، انت عندك 15 سنه. ده انا ما خدتش الابيض. ده انا الوحيده حاصله على حزام الاسود من قصار القامه على مستوى العالم، معايا حزام اسود. انا بقول لك انتي سنك ده ومعاكي حزام اسود والوحيدة على مستوى العالم، دي حاجة تشرف مصر كلها. بحب مصر. انت بتحب مصر؟ كلنا بنحب مصر. كلنا. وانا بحبكم وفخورة بيكم جدا، ومبسوطة ان انا عملت اللقاء ده معاكم. سريعا بقى كده قوليلي، عايزة تقولي لأي حد عنده ظروف بتمنعه كلمة كده في عجالة. لا انا عايزة اللي زي اللي اي حد معاق يكمل. لا احنا مش هنقول عليها اعاقه. انا بصي انا برفض تماما ان انا اقول عليها اعاقه.
انا بسميها وانا مع كلمه قدرات خاصه. انا مقتنعه ان ربنا بيدي لكل واحد حقه كامل، بس في حاجة بتزيد عن الحاجة التانية. بس كل واحد فينا واخد كل حاجة كاملة، أو واخد الحظ بتاعه 24 قيراط زي ما بيقولوا، بس ممكن تبقى حاجة زيادة عن حاجة. فاهماني؟ يعني أنا أكيد عندي حاجة ناقصة مش موجودة عند حد غيري، وفي عندي حاجة زيادة عن حد غيري. أنت كده، أنت عندي قوة إرادة وعزيمة وطاقة حلوة قوي، فانتي انتي الطاقة اللي عندك دي مش عند ناس كتير. فانتي بتقولي لحد ما يستسلموش؟ لا، ما يستسلموش، يكملوا. لو هم وقفوا ما حدش هيقدر يقف جنبهم، يعني الاهاليهم ممكن ما يقدروش يقفوا جنبهم بعد كده. فانا عايزة حد، يكون اي حد زينا يكمل. يوسف هتقول ايه؟ اقول اللي احنا اقوى من اي مرض، وما نستسلمش، ولان نقرب من ربنا ده اهم من اي حاجه، والحمد لله على كل حاجه. طيب خالد، عشان انا عايزه اديلكم هديه، قول لي عايز تقول ايه لمصر بقى؟ مصر لها احب السيسي، ولها تحب مصر، وبتحب سياده الرئيس السيسي، وتحب وبتحب الدنيا، واحنا كمان بنحبك. بس احب عاصم الجوره ده سعيدم، ان شاء الله توصل لكاس العالم وتوصل في كل البطولات اللي ترفع الراس. انا بشكركم جدا، بس قبل ما نختم لقائي معاكم انا عايزه اديلكم هديه بسيطه من البرنامج. اتفضل. مين ده؟ انا. اتفضلي. شكرا. هستأذنكم بس عايزين نلفها كده بقى. اتفضل. شكرا جدا. اولا انا كنت سعيده جدا ان انتوا نورتوني النهارده، ودي كانت ابسط حاجه فكرت ان انا اقدر اقدمها لكم من هنا من برنامج بصمه، ان انا اقول لكم انتوا بجد بجد سبتوا بصمه حلوه قوي في حياتنا وفي انا شخصيا. انتوا اثرتوا فيا ان انتوا خليتوني ما استسلمش وما بقاش ضعيفه، واقول ان انا اقدر اعمل اي حاجه واحارب اي حاجه. خالد ويوسف وبسمله، شكرا ليكم وشرفتوني ونورتيني. نورتوني كلكم. شكرا لك. بحبك. وانا بحبكم جدا وبحبك انت كمان قوي. بعد اذنك اقول كلمتين بس. اتفضل سريعا. عايز اوجه الشكر لمستشفى 753 من اول الموديل بتاعها لغايه الهاوس كيبر، ان بجد احسن مستشفى في العالم. شكرا ليك. شكرا ليك يا يوسف. شكرا. مشاهدينا بصمه الامل بتاعتنا دلوقتي للاسف ميعادها خلص او وقتها خلص، هنطلع فاصل وهنرجع مع بصمه تانية. القهوه. اهلا بيكم مره تانية، رجعنا لكم ببصمه جديده وبصمه بجد قويه جدا. زي ما قلنا لكم برضو ان احنا كل البصمات اللي هنجيبها هتكون بصمات مؤثره. معانا دلوقتي نحات، بس نحات من نوع خاص، من نوع غريب وجديد. النحات ابراهيم صلاح، نحات مجسمات من قطع الخرده، قدر يسيب البصمه بتاعته في انه يعمل كل المجسمات الغريبه والتماثيل، وميوله اكتر للتماثيل الفرعونيه اللي هي الحضاره والثقافه بتاعتنا احنا، هويتنا كمصريين. بيعمل التماثيل الفرعونيه من قطع الخرده. استاذ ابراهيم صلاح واستاذ احمد حسين مؤسس فريق لوكيشن فيو، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. منوريني. نورك. استاذ ابراهيم اسمح لي عايزه ابتدي معاك، لان انا بصراحه لما شفت الفن بتاعك فن بجد من نوع خاص، وحسيت ان فعلا بصمه جديده وغريبه ولازم تكون منورنا. شكرا. كلمني بقى عن اول قطعه عملتها، وايه اللي جاب في دماغك الموضوع ده انك انت تعمل مجسم او تمثال من القطع الخرده؟ هو الشغل ده في ان الخرده يعتبر معروف عالميا ومنتشر على مستوى العالم،
وفي منه رواد هنا في مصر كبار جدا، منهم الدكتور صلاح عبد الكريم الله يرحمه، ده كان من رواد الفن الخردة. وفي اللي مكمل مسيرته فيه برضه الفنان حسام حسين، ده برضه بيشتغل في فن الخردة. الشغل ده انا بشوفه دايما على الانترنت، هو من ضمن النحت. انا كنت بنحت مجسمات من الجبس والاسمنت الاول، وبشتغلها في مكاتب الديكور وبنفذ عمل. انا معلش انا هستوقفك هنا ثواني، بس عايز اسالك سؤال، انت دارس نحت اصلا ولا هي هوايه؟ هي اول حاجه هوايه، ونميتها مع الدراسه دراسات حره فنون جميله، بس ما كملتش لظروف الماديات كانت عندي في الاول صعبه شويه. برضو ما وقفتش الموضوع ده، الاستمرارية في العمل بتفيدني أكتر وبتخليني أكتسب خبرات أكتر وأكتر. فالفن الخردة ده لما عجبني جدا، ومن ضمن مجال النحت يعتبر مجالي وهوايتي، ابتديت أن أنا أضم الفكرة إعادة التدوير لخامات معينة زي المواسير، فكرة الفنجال والكنكة، دي كانت البداية في الأول. ده أنا كنت بصب القهوة دلوقتي كنت ماسكاها. هي دي برضو بتبقى الحاجات دي بحاول اجيبها اللي هي ما لهاش استخدام تاني، يعني الفناجيل والحاجات دي بيبقى فيها حاجات مكسره او حاجات مخلفات مصنع ما لهاش بيع تاني، فانا بستغلها تاني واعمل بيها فكره بحيث ابيعها وفي نفس الوقت اقدر استغلها يكون دخل ليا. فليا احمد ده صديق ليا برضو، احنا اسسنا مع بعض مكان لوكيشن فيول، المكان يعتبر فكرته قايمه على الموضوع ده اللي هو عارف. هنعرف فكره المكان من الاستاذ احمد حسين، بس قبل ما انتقل للاستاذ احمد حسين عايزه اسالك، أول قطعة نحتها كانت إيه؟ أول قطعة كانت مقلمة صغيرة من الخردة الصمويل، وعبارة عن حاجات من الحديد، فجمعت منها شكل مقلمة اتحط فيها الإقلام، فالموضوع يعني كان فيه جاذبية كويسة من الناس وزمايلي، ولما شافوا الموضوع شجعوني أكتر لأن أكمل، فاكتسبت خبرات أكتر في فن الخردة الحديد، وتابعته على الانترنت، ولحد ما عرضت على احمد ان انا انفذ حاجه تخص حضارتنا وفي نفس الوقت تضم فكره اعاده التدوير. فعملت اكبر قط في الشرق الاوسط. ده هنتكلم عليه، بس استنى بقى احنا نيجي بقى لنقطه مع استاذ احمد حسين. كلمني الفكره بقى ازاي بلورتوها ان انتوا تعملوا لوكيشن فيو، وابتديتوا ازاي؟ والله الاول انا كنت بادئ من البيت عندي، انا بحب اعمل من اي حاجه قديمه اعمل استغلها واعمل منها ديكور. فكنت الاول بعمل الكلام ده عندي في البيت بكاوتش العربيات وكده، فابتديت افكر طب انا ليه ما اخدش مكان واعمل فيه الشغل ده وابتدي يعني نعمل فريق كبير يعني. فقعدت انا وابراهيم اتكلمنا ان احنا نعمل المكان، والحمد لله ابتدينا مع بعض. انا واخد خط الكاوتش العربيات، اي حاجه من الحاجات القديمه البيبان القديمه بنعمل بيها ديكورات للتصوير كده، اعاده تدوير. وببتدي اساعد ابراهيم في شغل يعني الشغل ده صعب شويه مش اي حد يعمله. احنا بقى فكرتنا في المكان ان احنا بنعمل ورش عمل نعلم منها المجتمع ونغير ثقافه الوعي البيئي شويه عندنا في المجتمع. يعني كل اللي ليه هوايه ان هو عايز يتعلم انتوا كمان بتعلموه. عاملينه زي مثلا ورشه تدريب. بالظبط كده، لكل الحرف اليدويه، رسم، اي حاجه تخص البيئه وان هي تجمل بلدنا. استاذ ابراهيم، قبل ما نتكلم عن القط الكبير، مش هقول اسمه، هخليك انت اللي تقول عنه. انا عرفت انك انت كنت عملت تمثال لكرة اليد او لبطولة كرة اليد. يا ريت هم زميلنا يعرضوه لنا دلوقتي لما يكون جاهز. كلمني عنه بس الاول، ايه اللي حصل؟ هو شعار بطولة كأس العالم. تمام. هو على شكل مفتاح الحياة. الاول احنا ابتدت هو بيقيم في استاد اكتوبر، مجمع صلاة اكتوبر، برعاية جهاز اكتوبر ووزارة الشباب والرياضة. احنا لينا سابقه اعمال مع جهاز مدينه 6 اكتوبر اللي هي اول مجسم من الطياره الحربيه من الخرده. دي كانت لاحتفال العيد القومي للمدينه واحتفاليه نصر اكتوبر. فالموضوع راح عجبهم جدا وهم انا بشوفها كتير على فكره وانا مروحه. هو حضرتك اللي عاملها؟ طب انا هقف اتصور جنبها النهارده. شكرا ليكي. تمام. فلينا سابقه اعمال معاهم، فهم رحبوا بالموضوع جدا وشغلنا، وفي نفس الوقت رئيس جهاز اكتوبر بصراحة وقف جنبنا جدا ووفر لنا الخامات، فالحمد لله كان لها دور كويس ولها صدى جامد مع الناس. فعرض علينا ان احنا ننفذ شعار كأس العالم لكرة اليد، فالحمد لله يعني ابتدينا نشتغل عليه، لان الموضوع ده في مفتاح الحياة ده شكل فني. فمش محتاج كصنايع فقط لا غير، لا بيحتاج لمسات فنية وحاجات في مقاسات معينة. طيب يعني ليه لمسة معينة.
فهو رجح ورشحنا احنا للموضوع ده، فالحمد لله يعني عملناه بحاجة كويسة جدا وطلع مشرف يعني. طيب اكبر قطعة تاخد وقت منك قد ايه تقريبا سريعا؟ الاحجام الصغيرة هي اللي بتاخد وقت يعني، الكبيرة ما بتاخدش وقت لكن الصغيرة هي اللي بتاخد وقت، لان التفاصيل الحديد خامة مش مطيعة معايا. اه فصعب ان انا اعمل حاجه صغيره بقطعه كبيره، فبضطر ان انا حاجات معينه، فبتاخد وقت ان انا اختار القطعه واحددها. في نفس الوقت التفاصيل بتاعته بتكون صعبه من الحديد، لكن الحجم الكبير التفاصيل بتاعته واسعه، فالمجال مفتوح ان انا اضيف الخامات اللي انا عايزها. طب انا عايزاك معلش تشرح لي بقى عن القطعتين اللي جنب حضرتك. هو في هنا برضو العمل تاني من الخرده، ده تحت تمثال تحت رمز الحكمه عند القدماء المصريين. تمثال لي مكانة عظيمة جدا وحاجة كويسة جدا، فأنا بحب دايما أهتم بتراثنا وهويتنا، هوية بلدنا والحضارة الفرعونية. هويتنا كمصريين، حضارتنا إحنا أقدم الحضارات، الحضارة الفرعونية، فدي حاجة ده الغرب بيهتموا بيها فعلا. ففن الخردة ليه اهتمام بزاوية معينة، المكان بتاعي بيخشوا ناس، بتخشوا أطفال، فلما بوصل لهم الفكرة دي عن حضارتنا بصورة مميزة وفن مختلف، فبتوصل لهم الفكرة أكتر، وخصوصا الأطفال بترحب بالحاجات دي جدا وتنبهر بيها يعني. التمثال التاني؟ تمام. ففي هنا ده أنا التفاصيل بتاعته مجمعه من تانك الموتوسيكل. آه. اللي هو بيتحط فيه البنزين. آه. وبرضه اللي هو الهيكل اللي فوق ده. اللي هو الهيكل. آه. اللي فوق ده. ودي كانت الزرادية. في كذا قطعه يعني، انا شايفه حتى الرجلين الصوابع بتاعته من الجاكيت بتاعه الكهرباء. البوجيهات العربيه بتاع العربيات دي، الحاجات اللي هي بتكون مستعمله. الجنازير، القعده عملتها من الخشب المتهالك اللي هو القديم شويه بالمكان، بحاول استغله، فابتديت ان انا انضفه. وفي برضه عندي هنا حورس، ده من المعالق والشوك، والتاج بتاعه اللي هو من الكنكه، كنكة القهوة عملتها. ابتديت ان انا اقطعها بزاوية معينة بحيث تبين التفاصيل بتاعته كويسة. طيب انا عايزاك بسرعة تكلمني عن القط الكبير اللي عملته. ده كان بدايتي، اكبر تمثال في الشرق الاوسط، قط المصريين القدماء، ده رمز المرح والمحبة عند القدماء المصريين، فكان ليه رموز كويسة جدا، وفي نفس الوقت مكانته وصلته بالحضارة كويسة. فأنا ما خرجتش بره الحضارة المصرية القديمة، وفي نفس الوقت الفن الجديد. احنا دلوقتي هنعرض صورته بقى، هنعرض الصورة. هو ده تمام. ده ارتفاع وصل لستة متر، ووزنه وصل لنص طن، لأن الخردة أنا كنت منجمعها أنا وأحمد بالأوزان، كنا بنشتريها بالوزن، وما كنتش بلاقيها في مكان واحد، كنت بلاقيها في أكتر مكان، فكان في صعوبة. أخذ مني 30 يوم، فده رقم قياسي يعتبر للحجم وللتجميع الخردة ولحامها وخامات الحديد، فكان صعب جدا يعني. التمثال برضو كيلوباترا، ملكة كيلوباترا، ده من المعالق والشوك والجنازير وقطع الصاج، فبرضو دي من حاجات مميزة عندي. احنا نتمنى طبعا ان المتحف الجديد يكونوا اخدوا بالهم وشافوا الفقرة بتاعتنا يشوفوها، ويعني اتمنى ان الاقيك بكرة او كمان يومين بتتصل بيا بتقولي اتصلوا بيا عشان نحط التمثالين دول هناك في المتحف الجديد. ان شاء الله. استاذ احمد حسين، سريعا قولي استاذ ابراهيم بيتعبك ازاي؟ بتعبك في ايه بالظبط؟ هو اما بنخش عمل جديد بيبقى عليه ضغط عصبي، فببتدي انا احاول ان انا اوفر له يعني اوفر له المناخ المناسب اللي يقدر يشتغل فيه، بحيث ان هو بيبقى عليه ضغط جامد قوي، لان الشغل ده صعب مش اي حد. وزي الفنانين بيبقوا قاعدين بقى دايما متوترين وعايزين هدوء وكده. بالظبط كده يعني، احنا في مرحله الطياره تعبنا فيها جدا، في مراحل كتير تعبنا فيها جدا. وبرضه انا بحب ان انا اشكر وزاره التنميه المحليه سياده اللواء محمود شعراوي، ان هو دعمنا وهو اللي خلانا نكمل مسيره الشباب وحلم الشباب ان احنا نكمله يعني. شكرا لك. طبعا انا بشكركم شكرا، يعني كلمه شكرا جزيلا دي شويه. ربنا انا بشكركم جدا ان انتوا نورتوني النهارده. شكرا. قبل ما اختم الفقره بس عايزك في كلمتين اتنين تقولهم للشباب عشان الهوايه بتاعتهم، يفضل ورا حلمه ولا يطنش ولا يعمل ايه؟ هو الواحد لما بيبقى في البداية بيبقى مختار بين حاجتين، أو محتار. الاختصار بيبقى يا إما ماديات بيسعى على حاجة يكون خلاص مصدر دخل ليه، يا إما حاجة هو عايز يكبر وينجح فيها. فالاتنين مش بيبقوا متصلين دايما مع بعض. الواحد لما يكون عنده هواية أو موهبة أو حاجة كويسة جدا، ممكن لو سعى معاها بجد لازم هينميها ويحققها، ولو حققها
هيوصل للنقطه الثانيه اللي هو تخلى عنها في البدايه. مصدر الدخل، لان البدايه بتاعتي كانت صعبه شويه من مصدر الدخل. استاذ ابراهيم صلاح، نحات المجسمات من قطع الخرده، اهلا بيك، شكرا ليك، نورتني وشرفتني النهارده. استاذ احمد حسين، مصمم فريق لوكيشن، شكرا ليك، نورتني، شرفتوني ونورتني. شكرا، شكرا لكم جزيلا. مشاهدينا، فقرتنا وبصمتنا دي وقتها خلص، بس لسه مكملين معاكم الحلقه. فاصل صغير وراجعين. اهلا بيكم مره تانيه، رجعنا لكم تاني، ودلوقتي اخر بصمه في حلقتنا النهارده. البصمه دي دلوقتي علشان صحتنا وصحه اسناننا. منورنا النهارده دكتور احمد الفرماوي، استشاري التركيبات الثابته وتقويم وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورني. الله يخليك، منورك. سناننا اهم حاجه، وعايزين لازم نبقى دايما مهتمين بيها، علشان ألم بسيط بنطنش وبعد كده نرجع ندخل في قصص وحوارات كتير. حضرتك النهارده لما اتفقت مع حضرتك انك تنورني، كنت بسألك يا دكتور ايه رأيك نتكلم فيه، قلت لي كل الأسئلة اللي الناس عايزة تسألها انا مستعدة اجاوب عليها. ودي بصراحة كانت حاجة مريحة جدا، يعني مش ما ارهقتنيش، حسيت ان انا حطيت نفسي مكان المشاهد وهسال بقى السمك لبن تمر هندي، يعني عايزه من هنا ومن هنا، عايزه اخد من كل بستان ورده زي ما بيقولوا. تمام. فخلينا نبتدي الاول، جنون العصر تبييض الاسنان، بقى كل واحد فينا راجل وست كبار وصغيرين، يعني من اول التين ايجر، يعني من اول 16 17 سنه عايزين يعملوا تبييض، واللي عايز يعمل فينير، واللي عايز يعمل الهوليود سمايل. فمبدئيا كده قول لي ايه الفرق بين الثلاثه، التبييض العادي والفينير والهوليود سمايل، ولا هم ثلاثه واحد؟ لا مختلفين. خلينا نقول مثلا التبييض العادي والفينير دول بيندرجوا تحت الهوليود سمايل. بمعنى ان احنا عندنا الهوليود سمايل دوت مش حاجه، يعني مش حاجه بنركبها فيبقى الابتسامه حلوه، لا، الهوليود سمايل دي نتيجه اكتر منها منتج. يعني ايه؟ يعني احنا نوصل للهوليود سمايل او الابتسامه المثلى باي وسيله ان كانت، ده حسب البيشنت بتاعنا او المريض بتاعنا هيحتاج ايه. يعني انا ممكن يجي لي حد بنوته مثلا سنانها كويسه وجميله، بس بتشرب شاي او بتشرب قهوه كتير، فسنانها مصفره زي كده مثلا. بشرب قهوه كتير جدا. انت سنانك جميله اهي. فيجي لنا مثلا البنوته ديت سنانها مرصوصه كويس، شكلها كويس، ما فيش فراغات في النص مثلا، ما في الدنيا جميله، بس اللون بتاعها مش مريح. جاست اللي احنا بس هنعمل لها تبييض عادي خالص، اللي هو كان اول حاجه في حضرتك بتقوله لي. هنرجع للهوليود سمايل بتاعتها، ده لو هي في الاطار بتاعها كويس ومرصوصه كويس. لا هنحتاج تبييض ليزر مثلا، ولا فينير، ولا 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 اي حاجه. هي جاست بس اللي احنا نعمل لها التبييض العادي خالص هترجع كويسه. طيب جالي حد تاني مثلا عنده سنه واحده مثلا هي اللي فيها مشكله، ممكن نركب فينير واحده بس على السنه دي ونوصل للهوليود سمايل بتاعتنا. طب زي في ناس انا شفت، انا اسفه قطعت كلامك، في ناس انا شفتهم بتبقى في سنه العصب بتاعها مات فاسودت. انا شفت الحاله دي قبل كده. سنه العصب بتاعها مات فاسودت بالظبط. بس دي حاجه ثانيه. السنه اللي بيبقى العصب بتاعها مات ديت غالبا مش هيبقى اتعمل لها حشو عصب قبلها. فبيحصل نكروتيك للتشو اللي هو الخلايا العصبيه اللي جوه بتموت. فبيحصل ديسكلاريشن للسنه، السنه بتبدا لونها يغمق واحده ورا الثانيه. ده بيبقى علاجها ان احنا بنعمل لها حشو عصب الاول، بنعالج المشكله الرئيسيه اللي غالبا بتكون ناتجه على خبطه من فتره قديمه او حاجه زي كده. هنعالج الحشو العصب، وبعد كده هنعمل كراون او الطربوش بتاعنا على حشو العصب بما يتناسق مع بقيه السنان ومع درجه اللون المطلوبه عشان نوصل للهوليود سمايل واحنا بنعملها. ارجع تاني في كلامي عشان تطرقنا لشيء تاني. كنا بنقول فممكن يجي لحد تاني سنه واحده بس هي اللي فيها مشكله. ساعتها هختار له مثلا الفينير، لو بقيت سنانه كويسه يبقى هختار له الفينير المتناسق مع لون سنانه الموجوده دلوقتي، لان انا مش هو كده كده مش هيكمل، هو جاست ان هو يعمل السنه دي بس. طيب جالي حد تالت بقى سنه واحده طالعه وواحده داخله ومش عارف ايه، حسب الوقت بتاعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا واحده خطوبتها دلوقتي مخطوبه وفرحها كمان 10 15 10 12 شهر، يعني ما مش هنكمل سنه تقريبا. بالظبط. في ممكن نفس الكيس يبقى قدامها لا سنه ونص سنتين، وممكن نفس الكيس ما قدامناش غير شهر مثلا ولا حاجه. طيب هنبدا هنا نختار بقى، نشوف حسب المناسب للحاله.
بمعنى ان انا ممكن لو الوقت مزنوق خالص ممكن نركب لها فينير لو الحاله تسمح ان احنا نركب لها فينير. طب عندنا 10 شهور او من 10 شهور مثلا لسنه ونص او سنتين حسب الوقت المتاح لينا بنختار نوعيه التقويم بقى نخش في حاجه ثانيه اللي هي التقويم. لو معانا وقت. طيب التقويم الناس كلها كانت بتشتكي ان هو بيقعد كتير وبتاع، لا النهارده في حاجات سريعه وفي حاجات زي الديمون سيستم وفي حاجات حديثه، لا ممكن نخلص التقويم كله في 10 12 شهر بكتير مش هياخد معانا الوقت القديم ده. طيب في ناس بتشتكي مثلا ان التقويم تقول لك لا انا مش عايز اركب تقويم علشان التقويم هيبقى شكله وحش وبنعرض عليها الشفاف. طب هي مش مقتنعه بالشفاف، بقى في دلوقتي التقويم اللي هو اللينجوال، بمعنى ان التقويم ده بيركب في الناحيه الداخليه للاسنان مش الخارجيه خالص، من ناحيه اللسان من جوه ومن ناحيه الفك من جوه. تمام، يعني ده الدنيا تطورت جدا. احنا كنا الاول عارفين ان التقويم ده بتبقى حاجات معدن كده على الاسنان من بره عشان تضغط، ده دلوقتي لا ممكن من جوه ويتشد بالظبط. والمعدن ده مش في منه الشفاف، لا في بقى جديد خالص دوت اللي هو التقويم من جوه الاسنان نفسها. ده جميل جدا وبيدي نتائج حلوة جدا، وبرضو الوقت فيه ما بيبقاش كتير، تقريبا نفس الوقت بتاع التاني، بس الميزة فيه ان هو جوه خالص مش باين حاجة خالص لأي حد لأي حد من بره. طيب خلصنا التقويم مثلا. حد التقويم برضو فيه كنت حاجة حابب انوه حاجة، في مثلا البنات بالذات ما بتحبش لا تركب التقويم لا من جوه ولا من بره، تقول لك انا اسناني لا انا عايز اعمل حاجة بس مش عايز اركب البريسز دي خالص او البراكتس دي خالص. حلها ايه دي بقى؟ بيبقى ليها حل طبعا، ان احنا بنعمل لها حاجه اسمها انفيزالاين تقويم. انفيزالاين ده اللي هو غير مرئي، يعني هو غير مرئي خالص، حاجه بتركب على الاسنان كده بتتشال ساعه الاكل، ممكن تحطها في علبه معاها صغيره ودي بتبقى جميله. طيب بس بيبقى ليه حالات معينه، بس بيشتغل في حالات كتير. طيب خلينا في الاحتمال الأسوأ، ان الحاله صعبه جدا جدا ومش يعني هي برضو عايزه تركب الانفيزالاين ده، ممكن بنركب لها الشفاف يعني ابطو مثلا 4-5 شهور اللي احنا بنحط السنان في النسق بتاعها ونكمل من الانفيزالاين. فبقت كل الحالات متاحه بالنسبه لنا دلوقتي اللي احنا نشتغل الانفيزالاين ده، حتى الحالات الكومبليكيتد قوي لا بنشتغل شهر او اتنين بالكتير ونكمل بالتاني. يعني دلوقتي التقويم ما بقاش 5 و6 سنين زي ما كان زمان. لا 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 لا, لا الكلام ده تكنيكس قديمه كلها. لا ما بقاش الكلام ده خلاص، بقت مده قصيره ماكسيمم سنه ونص سنتين، الا اذا لو البيشنت بتاعنا او المريض بتاعنا لسه في سن مثلا 9-10 سنين. لا لما بيبقى في سن 19 سنين انا بكمل مع المريض بتاعي لحد ما يكمل 12 ونص 13. ايوه طب ليه بقى انا بعمل كده؟ ليه انا بعمل كده؟ طيب المريض بتاعي ده انا ممكن اخلص له حالته كلها مثلا في 6-7 شهور. تمام، بس هو في السن ده مش هيكون كل الاسنان طلعت صح. تمام، فانا بنتظر لحد اب تو 12 ونص تكون الاسنان بتاعته طلعت، فبحطها في الاطار او النسق الطبيعي والمظبوط بتاعها في السنين، وده بجنب البيشنت حاجه ان انا ما فكلوش تقويم النهارده واسنانه مظبوطه وتمام اللي طلعت تطلع حاجه جديده، يطلع حاجه جديده يعمل مشكله ارجع اركب له تقويم. لا انا من الاول ببقى محافظ على المسافات، ببقى محافظ على اماكن السنان، عامل سايب حاجز مكان او سبيس بالظبط بالظبط عشان السنه تطلع في بتاع، حتى لو السنه طالعه مهوجه بتاع بنقدر نشدها ونرجعها في مكانها الطبيعي. برضو حابب انوه لحاجه، ان ممكن البيشنت دلوقتي او الناس اللي بتتفرج علينا تقول طيب ما انا خلاص هودي ابني على سن 12 ونص 13 سنه. لا الكلام ده مش هيبقى مظبوط خالص. انا كنت لسه هقول كده. لا مش مظبوط. انا هبتدي من 13 سنه احسن وخلاص. لا لا احنا التقويم عموما في قاعده ثابته ان انت كل ما بتبدا بدري كل ما بيبقى افضل للمريض. تمام؟ بس برضو مش معنى كلامي ان حد عنده 50 سنه وعايز يعمل تقويم لا بنعمله تقويم. حد عنده السكر وعايز يعمل تقويم نعمله تقويم ما دام السكر بتاعه كنترولد ومظبوط، ما دام هو مظبط سكره وسكره لا ما فيش مشكله خالص. يعني السن بتاعنا ما فيهوش مشكله مع التقويم، بس في الحالات اللي بتبقى المشكله في الاسنان بس. ارجع تاني اوضحها لحضرتك، احنا كنا بنقول بنتكلمنا في انا عايز ارجع تاني لنقطه التبييض دي مهمه جدا بالنسبه لي. طيب لان احنا دخلنا احنا طلعنا من التبييض على التقويم، لان حضرتك كنت بتقولي ان قبل ما هنبتدي نعمل الفينير فاحنا لازم تكون الاسنان متناسقه ومرصوصه جنب بعضها. تمام، قبل ما نعمل ده فدخلنا في التقويم ده، انا عايزه التقويم ده تبقى لي حلقه كامله. تمام انا طيب. هستاذنك معلش يعني حضرتك تنورني حلقات تانية كتير. تحت امك تحت امك. فهنرجع يعني سريعا للتبييض. اتفضلي.
انا في سؤال عايز اساله وقبل ما اساله يعني، هو تبويض تبييض، سوري انا اسفه، التبييض ليه اضرار على الاسنان؟ تمام، السؤال ده شائع برضو وناس كتير بتساله. احنا عندنا التبييض ده تبييض الليزر، احنا عندنا تبييض من حاجتين، يا اما تبييض عادي يا اما تبييض ليزر. التبييض العادي ده اللي احنا بنشيل الصبغات بتاع السنه ونرجعها لونها الاصلي الطبيعي بتاعها. أيوة. صبغات المتنتجه على المشروبات او التدخين بالنسبه للرجاله ايا كان. طيب نرجع لتبييض الليزر، تبييض الليزر دوت في منه انواع، في منه الكيميكال اللي هو الكيميائي، في منه اللي بيتعمل في البيت يعني الدكتور بيوري البيشنت 1 2 3 وانت هتكمل معاه في البيت، وفي منه اللي بيتعمل بجهاز زوم ليزر مع كيت مثلا تبييض الماني او حاجه مش عايزين نقول اسم منتجات. دوت بيلغي لنا كل السنسيتيفيتي او الحساسيه اللي ممكن تكون موجوده في كل الانواع الثانيه. بمعنى ان احنا عندنا كذا نوع من تبييض الليزر، مش كلهم بيدوا نفس النتيجه كتبييض او كتجميل، وفي نفس الوقت مش كلهم بيدونا نفس النتيجه المرضيه للمريض ان هو ما يشتكيش من حاجه. عندنا الكيميكال ده بيبقى فيه بعض المشاكل خصوصا السنسيتيفيتي، ان المريض بعد ما بيعمل تبييض الليزر بعد ما بيعمل التبييض بيحس ان هو لو شويه هواء خصوصا ان احنا في الشتاء وكده تبقى الحساسيه زياده شويه في الاسنان. بالظبط اكنه كان ايس كريم وعنده ضرس مسوس ولا حاجه نفس الشعور. لا احنا التبييض الليزر تلاشى كل الكلام ده، الديورابيلتي بتاعته والاستمراريه بتاعته بقت اكتر، الوقت بتاعه ما بيكملش 45 دقيقه بالظبط بنكون مخلصين السيت كلها. حضرتك ما شاء الله جاوبت على السؤال اللي كنت عايزه اساله، الوقت في التبييض قد ايه وبيقعد معايا قد ايه؟ تمام، الوقت في التبييض بتاعنا الجلسه نفسها بتاخد 45 دقيقه مش اكتر من كده. بيقعد قد ايه؟ عشان اكون منصف ولو حد قال غير كده بيبقى بيضحك على المريض، التبييض الليزر ماكسيمم بتاعه 6 7 شهور. 6 7 شهور ده الماكسيمم، وممكن يقل معانا ل 3 4 شهور لو هيفي سموكر، لو حد مدخن بشراهه او بيشرب قهوه وشاي كتير. عشان كده ما بختاروش يبقى هو الفيرست تشويس بالنسبه للمريض بتاعي. لا انا بوري له البدائل اللي موجوده في ده وفي ده وفي ده، برده حسب الكوست اللي هو البادجت اللي هو حاططها. بنعمل وبعدين بخيره ده او ده او ده، بس خد بالك ان دوت لا 3 4 شهور لو انت بتشرب سجاير، لو انسه 6 7 شهور 8 شهور ده ماكسيمم بتاعه، اكتر من كده مش هيقعد، لانه في الاخر احنا في التبييض دوت بنفتح الخلايا الداخليه بتاعه السنه، فهي كده كده نتيجه الهواء نتيجه المشروبات هترجع تتسد تاني، فهترجع تبقى محتاجه ان هي تتفتح تاني. تمام. هو للاسف الشديد الوقت جري وانا ما حسيتش بيه ولا انا وانا مبسوطه جدا، وانا قاعده بصراحه نفسي ناخد الساعه كلها مع حضرتك. الله يخليك. فانا هستاذنك تشرفني حلقات تانية نتكلم عن مواضيع تانية كتير، بس قبل ما نقفل احنا لازم برضو زي ما انا استفدت من حضرتك المشاهدين لازم يستفيدوا، فهستاذنك تديهم كادو هديه بمناسبه اول حلقه النهارده من برنامج بصمه. تمام، اديني بقى هديه كده قولها للمشاهدين. تفاجئتيني، بس ممكن نعمل جلسات تبييض مجانيه لكل الناس اللي هتجينا تبع من خلالكم يعني اللي هيجي عياده المهندسين. بس خلينا فرع المهندسين. حضرتك قلت لي هناخد انا هقول على المهندسين القريبه مني. تمام. كل اي مش هنقول مرضى بقى، اي حد عايز يعمل جلسه تبييض لاسنانه شاف البرنامج بتاعنا وهيروح فرع المهندسين عند دكتور احمد الفرماوي، هيقول ان انا شفت الاوفر في التلفزيون، هيكون جلسه فري جلسات ولا جلسه؟ حسب الحاله ما هتحتاج. حسب كويس جدا يا جماعه، انا جبت لكم اوفر مش جلسه واحده، على حسب الحاله بتاعتك هتحتاج كام جلسه هتاخدهم فري من برنامج بصمه مع دكتور احمد الفرماوي. استاذنك بس يتواصلوا على الواتساب. الارقام التواصل عشان يحجز مكان بس. ارقام التواصل هتنزل دلوقتي على الشاشه، هتتصلوا هتحجزوا مكان او هتحجزوا ميعاد وهتقولوا احنا شفنا الحلقه بتاعت بصمه وشفنا العرض الدكتور احمد الفرماوي عمله ان احنا هناخد جلسه او جلسات تبييض مجانا. دكتور احمد الفرماوي شكرا ليك، شرفتني ونورتني النهارده. تحت امرك. وانا عجز عن شكرك بجد. تحت امرك يا ستي، شرفت بيك. مشاهدينا حلقتنا خلصت بس لسه بصماتنا مكمله معاكم. هنقول لكم تصبحوا على خير وعلى وعد لقاء اخر يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله الساعه 10 بالليل، استنونا. تصبحوا على خير.